هلا اذا بتتذكروا بالكومبوننت اوف ميكاترونيك سيستم في كان عندنا بلوك كبير اسمه الاكتويتر. الاكتويتر كان عندنا هون خط بينهم، في النص كان عندي الاكتويتر نفسه اللي هو المحرك، عندنا هون ميكانيكال درايف هذا اوبشنال او بي تي، وفي عندنا بي اس دي فيربل سبيد درايف او بي تي، لكن هذا هون ماندتري ام اي ان ماندتري يعني اجباري اوبشنال اختيار. مش كل التطبيقات لازم يكون فيها ميكانيكال درايف، ومش كل التطبيقات لازم يكون فيها بي اس دي، لكن هذا كله صار عباره عن الاكتويتنج اليمنت. واذا بتتذكروا ما حكينا من هون لهون هذا الفيزيكال فيريبل اللي هو تورك او فورس، ومن هون لهون هذا الكتريكال. تذكروا كان في خط لازم النص من نص الفيجر، الجهه منه فيزيكال فيريبل والجهه الثانيه الكتريكال فيريبل. اللي احنا ركزنا عليهم بالاكتويترز هم هذول اللي هم ممكن يكون لينير روتيشنال الكترومغنتيك بيزو الكتريك نيوماتيك هيدروليك. عندي في اس دي وممكن اركب في اس دي على اي واحد من هذول، هذا ندرسها بتفصيل اكثر في الدرايف. لو بدنا نحكي عن الميكانيكال درايف، الميكانيكال درايف له هدفين. اذا الهدف من الميكانيكال درايف الاول عاده انه يحول تو كونفيرت من روتيشنال لترانزليشن. اذا هذا الهدف الاساسي، واللي منه مثلا البولي، اللي منه الشيف سبروكت، بولي شيف سبروكت، راكن بينيون كمان، راكن بينيون عمله بحول من روتيشنال الى، وهون امثله عليها مثلا شيف. الشيف هي نوع من انواع البوليز فيها مكان للاحبال. شيف يعني اللي هي جروفد بولي او بولي. البولي بيكون سطحها املس، بتعتمد على التراكشن او الفريكشن. سبروكت، ايش سبروكت؟ سبروكت كيف تبعت البسكليت؟ اللي بيركب عليها الجنزير، هاي البكره اللي طالع منها مسننات ايش اسمها؟ سبروكت او راكن بينيون مثلا. حتى سكرو كمان، بس السكرو بحول لي من او باور سكرو بحول من ترانزليشنال. هاي كلها امثله عمالي بحول من ترانزليشنال لروتيشنال سيستمز، امثله على ميكانيكال درايف سيستمز على الاوتبوت. والسبب الرئيسي الثاني ليش بنستخدمهم خصوصا في حاله الجير، انه بعمل ماتشنج تورك، ماتشنج اوف تورك، عاده برفع التورك يوجوالي بس نوت اولويز، اند اوف سبيد، وعاده بنزل السرعه. والاستثناء الوحيد تتذكروا حكيت لكم لهاي ايش؟ الوينتر باينز. الوينتر باينز عاده هو المكان، احد الاماكن القليله الوينتر باينز اللي بنزل فيها التورك وبرفع السرعه. لانه عندي الوينتر باين الكبير هذا عماله بلف على سرعات نسبيا منخفضه حسب الريح اللي موجوده، لكنه بقدر يعطيني تورك عالي، بقدر انزل التورك وارفع السرعه عشان اشبكه على جنريتر ويعمل جنريتنج. اذا كان اندكشن جنريتر، الاندكشن جنريتر بيكون مشبوك على جريد وراح يعمل لي جنريشن ل على فريكونسي 50 هرتز، بس بكون بلف على سرعه عاليه 1500 ار بي ام او 1000 ار بي ام اذا كانوا اندكشن جنريتر، او اذا كانوا سينكرونس جنريتر. بس عاده بتوقع معظمهم هو دبلي فيت اندكشن جنريتر اللي هو وايند روتر اندكشن. اوكي، اذا هذا الهدف الرئيسي من الميكانيكال درايف. بحقق لي الميكانيكال درايف، شو مشاكل الميكانيكال درايف؟ اي فوائد تبعته؟ شو مشاكله؟ عاده اي سيستم بستخدمه ميكانيكال راح يكون في مشكله افشنسي، في لوسز، بده مينتننس، تمام؟ عادة الميكانيكال سيستمز كقاعدة عامة بدها مينتننس أكثر من الالكتريكال سيستمز. الالكتريكال سيستمز مفروض إنها عادة، خصوصا إذا صارت مثلا مايكرو بروسيسور أو ديجيتال سيستمز، بيكون تقريبا مينتننس فري. أكثر شيء بده مينتننس هو الميكانيكال سيستم، والالكتروميكانيكال سيستمز إن بتوين بدها مينتننس. اذا عندي هون بدنا مينتننس، والمينتننس رح يكون شيء دوري، يعني بدي اعمل المينتننس دوري، يعني بده يروح مثلا يكون في برنامج، بكون في برنامج لهذا السيستم، برنامج بنسميها بريفنتيف مينتننس. بريفنتيف مينتننس يعني مثلا لازم كل 6 اشهر افتح عليه واتاكد مثلا افحص الزيت فرضا، لازم كل سنه مثلا اطلع عليه واعمل عليه فحص، كل 10 سنين لازم اطلع اشوف هل في شقوق تكونت ولا لا. في برنامج بكون محدد ومحطوط، وهذا البرنامج لازم اتبعه، مش بستناه لما يخرب
مش هيك؟ مش هاي هي الاستراتيجية العامة تبعت المينتنس؟ الاستراتيجية الصحيحة تبعت المينتنس اسمها Plant Preventative Maintenance PPM. Plant Preventative Maintenance يعني انه انا بخطط المينتنس تبعتي وبمنع بريفنتيف لاني بعملها قبل ما يصير العطل عندي او يصير الخراب. في جداول معينه بيكون في شجل معين جدول، والجدول هذا مثلا بيكون 6 مانثلي او ييرلي او 2 ييرز او اشياء مختلفه بعملها على فترات مختلفه. في اشياء ممكن لازم اعملها كل شهر ما بتاخذش وقت كثير، في اشياء لازم اعملها كل سنه، في اشياء لازم اعملها كل سنتين، في اشياء كل 10 سنين. طبعا كل ما زادت الفتره بيكون اعمق المينتنس اللي موجود، بكون المينتنس تبع ال 10 سنين يمكن باخذ السيستم كله بسكره بفكه، باخذ الطيار على هانجر مثلا بفك كل القطع، وفي اشياء معينه لازم تتغير او افحصها، ومش شرط كل قطعه اغيرها، في قطع معينه بدي افحصها واشوف اذا كانها مناسبه بخليها، في قطع معينه لازم اغيرها على اي حال خلص بشيلها وبحط معها شيء ثاني. اذا هذا مشكله الميكانيكال سيستمز انه بدها مينتنس بلان بريفنتيف مينتنس ريجولر. كمان عندنا مشكله نويز، اي الكتروميكانيك اي ميكانيكال درايف راح يطلع صوت، هذا الجير بوكس فيه له صوت، والصوت هذا مشكله حسب طبعا التطبيق وحسب المكان اللي بنحطه فيه. عندنا كمان مشكلة وير الهيفي والسايد، الوير اللي هي بتصير الاحتراق في الجهاز، بيصير فيه اهتراق، وهذا طبعا مش الاهتراق في حين عندي مايكرو بروسيسور ما بتنهر باي ديفينيشن. البي ال سي ما ممكن يخرب بس ما بينهر، يعني ممكن يصير في عندي اوتبوت من الاوتبوت تبعت الترانزستور اوتبوت في البي ال سي يصير عليه شورت سيركت، هذا بيكون خطا بشري تمام غالبا ماشي، لكن في الاجهزه الميكانيكيه لازم يصير في عندي اهتراق، لازم يصير عندي بعد فترة معينة البريكات لازم اغير البريكات، مش هيك؟ لازم عندي في شافت معين عمال بلف بعد 10,000 ساعة لازم افحصه واحتمال كبير يكون انهار وبده تبديل. هاي مشكلة الميكانيكال سيستم. واخر شيء اللي هو المساحة اللي راح ياخذها سبيس. هذول هم الخمس اشياء الرئيسية لمشاكل الميكانيكال سيستم. في بعض الاحيان انا ما عندي خيار، بدي ميكانيكال سيستم، بدي ميكانيكال درايف، لازم اشمل ميكانيكال درايف مع هذا السيستم. اذا هذول هذه فكرة عامة عن الميكانيكال درايف سيستمز اللي هم جزء من الاكتويتر.